السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلاب جريد 4. تلبية لرغبتكم هنعمل الجزء الثاني من كونكت بلس 4 أكتوبر ريفيجن. عملنا البارت نمبر 1 دوت شرحناه مع بعض، النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح بارت 2 من ريفيجن شهر أكتوبر. وصلنا لحد الشوز بتاع البريزنت سيمبل. قبل ما نبدأ يا ولاد نحل الشوز، هنعمل ريفيجن على البريزنت سيمبل عشان تقدر تختار صح في الشوز ايه هو البريزنت سيمبل. هنعيد نعمل ريفيجن على البريزنت سيمبل مع بعض وبعدين نبدأ نختار. خليكم معايا. The present simple tense، زمن المضارع البسيط. ايه هو يا ولاد زمن المضارع البسيط؟ هو بيستخدم زمن المضارع البسيط ده بنستخدمه عشان نعبر على عادات او احداث متكررة، عادات او احداث بتتكرر كل يوم. كل يوم بابا يروح الشغل، كل يوم امتى بتروح المدرسة، كل يوم بنتناول الفطور، كل يوم جمعة بتروح النادي. دي كلها بنستخدم فيها زمن المضارع البسيط. او حقائق علمية. القاعدة بتاعتنا بقى اللي هي بتكون من هي وشي وإت. هي شي إت بنختصرها كده، هي شي إت. هي شي إت ده يعتبر السبجكت المفرد، الفاعل المفرد. بيجي وراهم على طول هي شي إت انفينيتيف. لقيت هي شي إت في الجملة، بتاخد بعد كده الفيرب بيكون في المصدر في الانفينيتيف مع النهايات بتاعت الفيرب اللي هو إس لو كان مفرد أو إي إس أو أي إي إس. طيب لو كان جمع بقى زي I, they, we, you. I, they, we, you. I, they, we, you. بيجي وراهم الانفينيتيف المصدر بتاع الفعل. نيجي نقول اكزامبل مع بعض. هنا بالنسبة لهي شي ات، رودينا او علي sometimes listen. بنحط تحت ايه في الفيرب في نهايته، بنحط حرف الاس. listen to the radio، بيستمعوا لي الراديو. طب تعالوا هنا بقى في الايه، في الفاعل الجمع. وي يوجوالي، يوجوالي هناخد بقى الفيرب في الانفينيتيف. بلاي، يو يوجوالي بلاي تنس اون فرايداي. بنلاحظ هنا يا ولاد ان احنا بنضيف للفيرب الاس مع الضمائر المفرده اللي هي هي شي ات، هي شي ات، هي شي ات. نحفظها مع بعض زي هنا مروة يوجوالي بلايز، حطينا في الايه في الفيرب حرف الاس. tennis on Friday. وبنضيف للفيرب es امتى؟ لو مع هي وشي وات برضه بنضيف es لو كان الفيرب منتهي بالنهايات دي. بنحفظ النهايات دي مع بعضينا ss ch sh o x. لو كان الكلمة منتهية بالs s او ch او sh او o او x بنحط للفيرب es. زي مثلا كلمة watch، watch يعني ساعة، اخرها سي اتش اهي سي اتش، يبقى هنيجي نحط للفيرب اي اس على طول. ماي براذر اوفن واتشز، واتشز تي في افتر لانش. طيب امتى بقى يا ميس بنحط اي اي اس؟ بنحط اي اي اس مع الضمير المفرد هي شي ات زي ما قلنا. اذا كانت منتهيه بواي قبلها حرف ساكن هنحذف الواي ونحط بداله اي اي اس. زي كلمه استدي، استدي اخرها واي، بنحذف الواي ونحط بدلها اي اي اس. امل always studies hard for her exam. طب هل البريزنت سيمبل ده ليه كلمات؟ اي ميس ليه كلمات. ايه هي الكلمات؟ نحفظهم مع بعض. always كلمه always يعني دائما، usually يعني عاده، often غالبا، sometimes احيانا، never ابدا. دي الكلمات بتاعه البريزنت سيمبل، خمس كلمات: always usually often sometimes never. نيجي بقى بيقول لنا هنا احنا دلوقتي هننفي I you we they. I you we they. I you we they. احفظها كده I you we they. ده طبعا السبجكت بتاع الجمع. بيجي بعديها كلمة don't. خلي بالك يا ولاد طالما لقيت don't جت في الجملة بيجي وعديها على طول مصدر الفعل infinitive، الفعل في المصدر. طيب لو لقينا يا ميس هي شي ات، هي شي ات بتاخد doesn't، doesn't وبيجي بعديها الانفينيتيف. يبقى سواء don't او doesn't بيجي بعديها انفينيتيف. الفرق I you we they، I you we they بتاخد don't، بينما هي شي ات، هي شي ات كانك بتقول ايه هش حاجه، بتقول هي شي ات، هي شي ات بتاخد doesn't.
هنا مثلا اي، ادي اي من ضمن المجموعه الايه الاولانيه اللي احنا قلناها، اي بتاخد دونت، يبقى اي دونت بعدين بتاخد الفيرب في المصدر بلاي فوتبول. طيب هي، هي من ضمن المجموعه الثانيه بتاعت هي شي ات، هي شي ات، هي بتاخد دازنت، يبقى هي دازنت وير الفيرب في المصدر اوينج. بعد كده بيقول لنا ملحوظه استخدام كلمه نيفر واستخدام كلمه هاردلي ايفر، معناها بيعطي معنى النفي مع عدم حذف حرف الاس في نهايه الكلمه، وبتيجي مع الضمائر هي شي ات برضو، يعني هنا هي نيفر حط كلمه نيفر. طب الفيرب يا ميس هياخد تيكس، هيبقى في حرف الاس زي ما هو، هي نيفر تيكس ا ناب، او زي هاردلي ايفر، هاردلي ايفر ووك to school. طيب لما نيجي نعمل سؤال question are you with they، نحفظهم كده are you with they، are you with they بيجي مع الاسماء الجمع، are you with they بتاخد do، بتاخد ايه؟ بتاخد do. طيب هي شي ات، هي شي ات كأن مثلا قدامك قطه بتقول لها هي شي ات، هي شي ات بتاخد does، لقيت هي او شي او ات بتاخد does. بيجي بعديهم infinitive وبعدين باقي السؤال، يعني هنا مثلا قال لك ايه؟ قال لك do you like ice cream، هنا في you، you من ضمن المجموعة اللي فوق بتاخد do، فقال لك do you like ice cream، تقول له yes I do أو no I don't. بعد كده بيقول لك بيستخدم زمن المضارع البسيط، يستخدم ممكن استخدم معاه verb to be، verb to be اللي هي I بتاخد am، بتحط بدل ال a apostrophe am، و هي شي ات بتاخد is بتحط ابوستروف اس، و يو و زي و وي بتاخد ار بتحط ابوستروف ار اي. وممكن ان انا بستخدم فيرب تو هاف، فيرب تو هاف هي شي ات بتاخد هاز، خلي بالك هي شي ات بتاخد هاز، هي شي ات بتاخد هاز. اي يو وي زي، اي يو وي زي الجمع بقى بتاخد هاف، لان كتير بتتكرر بتلاقي في الجمله كلمه يو، يو بتاخد هاز ولا بتاخد هاف؟ يو بتاخد هاف، لان احنا قلنا هي شي ات الثلاثة دول بياخدوا هاز، انما دول مجموعه على بعضهم اي يو وي زي، اي يو وي زي بياخدوا هاف، لو لقيت يو بتاخد هاف. وي فيرب تو بي هي شي ات، خلي بالك هي شي ات بياخدوا داز، هي شي ات بياخدوا داز. Are you with they؟ Are you with they؟ بياخدوا do. Are you with they؟ بياخدوا do. نيجي بقى نحل الإجزام بتاعنا. يلا يا جريد 4 تجمع معايا، هنبدأ نحل الريفيجن على البريزنت سيمبل اللي احنا شرحناه مع بعض. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 I space milk every morning. هختار drink ولا drinks؟ نختار مع بعض. قلنا هي شي ات هي اللي بتاخد في نهايتها اس او اي اس او اي اي اس، انما اي يو وي زي بياخدوا الفيرب في الانفينيتيف، يبقى احنا هنختار درينك. تمام اي يو وي زي اهي اي من ضمن المجموعه اللي قلنا عليها، يبقى نختار درينك. نمبر 2 هي سبيس تشيكن وانس ا ويك، هتختار ايت ولا ايتس؟ نفكر مع بعض. قلنا ايه؟ هي شي ات، هي شي ات كانك بتهش القطه، هي شي ات يبقى هياخدوا الفيرب اللي في نهايته اس او اي اس او اي اي اس، يبقى هي هتاخد الفيرب اللي فيه ايه؟ اللي في نهايته الاس، يبقى هنختار ايتس. وي، وي ده من المجموعه اللي هي الايه؟ بتاعه الجمع اللي هي اي يو وي زي، اي يو وي زي اللي بياخدوا الفيرب في الانفينيتيف، يبقى وي سبيس فوتبول ات ذا كلاب، يبقى بلاي، يبقى هنختار بلاي. Number 4 she space lunch on Friday، يبقى هتختار ايه؟ المجموعة بتاعت هي شي ات بتاخد الفيرب مضاف له اس او اي اس او اي اي اس. طيب هنا كلمة she يبقى هنختار الفيرب اللي فيه اس، كوكس، وهكذا بتحل بنفس الطريقة، سهلتها لكم اهي على الاخر. زي space to the cinema by car، يبقى هنختار go. It space a lot in winter. نختار ايه؟ قلنا هي شي ات، هي شي ات بتاخد الفيرب في اس او اي اس او اي اي اس، يبقى it rains فيها اس.
lions، خلي بالك من كلمة lions، lions ده جمع يعني الأسود، space meet يبقى هيتبع المجموعة بتاعت الجمع اللي هي I you we they، I you we they بياخدوا الفيرب في ال infinitive لأن ال lions ايه جمع، يبقى هيبقى هنختار eat ولا eats، هنختار eat. طب تعالى نشوف اللي بعديها، قال لك a lion، a lion هنا بقى خليها لك أسد واحد، أسد واحد يبقى هيختار مجموعة ايه؟ هنختار مجموعة he she it، he she it اللي هي المفردة بتاخد الفيرب في s أو es أو ies. a lion space fast يبقى a lion runs، runs fast بيجري بسرعة. نعم هتتبع he she it بتاخد s أو es أو ies يبقى هنختار leaves. نمبر 10 my friends، my friends حط لك اس يعني جمع in جيزة يبقى هنختار ايه، هنختار الفيرب في الانفينيتيف leave، خلي بالك من الحتة دي، هنا كان مفرد فخد اللي فيها اس، هنا كان الفريندز جمع يبقى خدت ايه they we you، المجموعة اللي هي تبع الزي والوي واليو والاي بتاخد الفيرب في الانفينيتيف. بعد كده نمبر 11 my friend and I space to school on foot، هنا بيقول لك I يبقى دي تبع المجموعة بتاعت الجمع يبقى هتاخد الفيرب في الانفينيتيف go، اللي احنا قلنا المجموعة بتاعت I you we they، I you we they بتاخد الفيرب في الانفينيتيف، هنا ال I تبع المجموعة دي يبقى هنحط الفيرب في الانفينيتيف اللي هو go. نمبر 12 dead space in a bank، dead مفرد ولا جمع؟ dead مفرد يبقى هياخد الفيرب اللي فيه s works. 13 my parents space music like ولا likes؟ my parents جمع يبقى هياخد الفيرب في الايه في الانفينيتيف like. 14 she space a nurse، هي بتكون ممرضة، هي مفردة يبقى بتاخد is. 14 we space brood of our mother، we جمع يبقى بتاخد are. 16 I space like pasta، I بتاخد don't يبقى I don't like pasta، he و she و it هي اللي بتاخد does. 17 he space drink fizzy، fizzy drink، fizzy drink معناه كلمة fizzy يا ولاد يعني غامض، drink يعني مشروب، المشروب الغامض يبقى هو لا يشرب أي مشروب غامض ما يعرفوش، he مفردة يبقى بتاخد does، doesn't هو doesn't يبقى he doesn't drink fizzy drink المشروبات اللي هي الغامضة اللي مش عارفها. 19 they space get up early on holidays، they جمع بتاخد ال infinitive don't. 19 a lion space eat grasses، عايز اقول لك ان الاسد مش بياكل العشب، الاسد هنا a lion مفرد يبقى هنختار doesn't، doesn't eat grasses الاعشاب. 20 my brother doesn't space tennis، مش بيحب التنس يبقى doesn't like، لا يحب الايه التنس. طب احنا ليه اخترنا like وما اخترناش likes؟ لان طالما في doesn't او في does في الجمله بتيجي وراها الفيرب في الانفينيتيف، وقلناها في الشرح does و do بيجي وراها الفيرب في الانفينيتيف فبتختار like. 21 we don't space late، we don't space late هنا we مفرده وفي don't، don't اللي هي do او don't بيجي وراها المصدر يبقى هنختار sleep. 22 my sister space teeth،
her room. تيدز يعني بترتب، بترتب غرفتها. هم عايزين يقولوا او جملة عايزة تقول ان هي عمرها ما رتبت الغرفة بتاعتها، ان تفرش ملاية السرير وتنظم الدنيا. يبقى my sister مش هينفع تختار doesn't طبعا عشان كلمة تيدز فيها اس، فهنختار never. my sister never tidies her room. 23 my brother space play in the street. برضو هنا عايز يقول لك بقى حاجة استحالية، my brother عمره ما لعب في الشارع، يبقى my brother never play in the street. 24 space you go to school by bus. عايز يسألك انت بتروح السكول بالباص؟ نفكر كده، احنا قلنا طبعا I we you they. I we you they بتاخد الفيرب في الانفينيتيف، و I we you they بتاخد الفيرب مع do، يبقى هنختار do. Do you go to school by bus? 25 space she wash the dishes. هي بتغسل الاطباق. عايز اسألك هل هي بتغسل الاطباق؟ في شي وفي واش، يبقى هنا قلنا هي شي ات، هي شي ات بتاخد داز، يبقى هنختار داز عشان كلمة شي اللي موجودة في الجملة، يبقى داز شي واش ذا ديشز. 26 سبيس ذا ايرث جو راوند ذا سان. بيسألك الأرض بتلف أو بتدور حوالين السن. الأرض طبعا مفردة فبتعامل معاملة هي وشي وإت، يبقى هنقول does. Does the earth go around the sun? 27 space your uncle work as a teacher. عايز اسألك عن ايه؟ عن uncle، عمك أو خالك. فعمك أو خالك ده مفرد، يبقى على طول بياخد does، المفرد بياخد does. Does your uncle work as a teacher? 29 space she kind. space she kind يعني هي بتكون عطوفة. هو يبقى يسألنا يقول لك ايه؟ is she kind؟ هي بتكون عطوفة؟ تقول له yes او no. 29 where space you from. where space you from، you طبعا بتاخد are. where are you from؟ Where are you from? 13 I space a story before sleep. I space a story before sleep. هتقول بقى read usually ولا usually read. خلي بالك يا ولاد، انت هنا عندك، بصوا هنحددها بالقلم، عندك السبجكت بتاعك اللي هو I، لازم بيجي في النص الكلمة اللي هي المعبرة اللي هي بتاعت present simple tense، وبعد كده بيجي الفيرب. يعني الفيرب بيبقى ايه؟ بيبقى في الاخر، اللي هو ايه؟ اللي هو ده read. يبقى انت كلمة usually لازم تكون في النص، يبقى احنا هنختار I usually read. هنختار دي I usually read a story before sleep. يبقى I بعدين usually بتيجي في النص بعدين read. ندخل بقى على الاختيار الثاني، على البريزنت كونتينوس. البريزنت كونتينوس اللي هو المضارع المستمر. نمبر 1 I am is are eating rice. I طبعا بتاخد am، يبقى على طول هنختار I am eating rice. نمبر 2 they am is are sleeping now. they جمع يبقى بيبقوا they are sleeping now. نمبر 3 we swimming at present. we جمع يبقى نختار we are swimming at present. you قلنا بتتعامل معاملة الجمع. I we you they. I we you they نحفظها. I we هو ربع. I we you they. I we you they دول بيتعاملوا معاملة الايه؟ معاملة الجمع. يبقى you بتاخد are، ما عدا طبعا I بتاخد am. هي بقى، هي طبعا مفردة، هي سبيس رانينج فاست، يبقى هي از عشان دي مفردة.
she مفردة يبقى تاخد is. She is cooking at the moment. 7 it مفردة هتاخد is. It's flying high in the sky. عمر drinking tea. عمر مفرد يبقى هياخد is. عمر is drinking tea. 9 سما drawing هي مفردة هتاخد is. سما is drawing. 10 I eating now. I بتاخد am يبقى I am not eating now. They space watching TV at the moment. They جمع يبقى بتاخد are يبقى are not. 12 he space washing the car now. هي مفردة يبقى he isn't. She زيها هتبقى she isn't cleaning the house now. هي مش بتنظف المنزل دلوقتي. 14 a bird flying at present. ال bird مفرد يبقى isn't. 15 ندى space using her mobile. يبقى ندى دي مفردة يبقى ندى isn't using her mobile. 16 my parents خلي بالك my parents يعني بتشمل الام والاب واي حاجة في الانجليش بيزيدوا عن الاتنين او اتنين او اكثر يعتبروا جمع يبقى my parents are not traveling today. 17 space he doing his homework. بيسألك هتختار بقى is ولا does. مينفعش does he doing his homework عمرها ما تيجي يبقى هو هتسأل ب is. Is he doing his homework هو بيعمل الواجب بتاعه. 19 does is she sending email يبقى هتقول is she sending email عشان يبقى present continuous مضارع مستمر. Where في عندك she is وفي is she going now هتختار ايه؟ هنختار where بيجي وراها على طول ال is بتاعتها او ال are بتاعتها. where is بعدين ايه؟ she. where is she. 20 space the cat drinking milk يبقى هتسأل ب is the cat drinking milk. 21 when are they space fish هتختار verb في ing are they eating fish. 21 space Hannah drawing يبقى هتسأل ب is Hannah drawing هي بترسم. 23 what is he what is he doing هو بيعمل ايه what is he doing هو بيعمل ايه دلوقتي. 24 space you using the computer يبقى هنسأل ب are you using the computer. 25 why is she crying verb في ing. 26 space they watching TV يبقى are they watching TV عشان they بتاخد are. 27 ندى عند أولا painting her room خلي بالك ندى وعلا قلنا أي حاجة في الإنجليش اتنين أو أكثر بيعملوا معاملة الجمع يبقى ندى وعلا are. 28 space lions running يبقى هنختار are lions running. 29 ندى and I ندى and I watching cartoon هنا هما شخصين ندى و I يبقى الاتنين هياخدوا معاملة الجمع يبقى ندى and I are مش هينفع تقول and I am لان هما الاتنين يعتبروا جمع
Nada and I are watching cartoon. Nada وأنا بنشاهد الكرتون. 13. Mom is cooking lunch. Now ولا often؟ هنختار ايه؟ often يعني غالبا، يعني غالبا ما والدتك ما بتحضر الغداء. الصح ان احنا بنقول now، هي بتحضر الغداء دلوقتي، ماما كل يوم بتحضر الغداء. 31. Are you drink ولا drinking coffee؟ Are you drinking coffee؟ 23. 32. Dad isn't wash ولا washing the car؟ Dad isn't washing، verb في ing. 34. Is Ali هيبقى walking to walk. Our space are sleeping now. Our يبقى أبناؤنا، يبقى our sons. أبناؤنا our sons are sleeping now. خدنا sons ليه يا ولاد؟ خدنا sons جمع عشان هو حاطط لك هنا كلمة are. شايف كلمة are دي؟ are دي جمع، يبقى sons عشان في are موجودة، فالار بتاخد للجمع. نيجي بقى هنعمل order، يعني هنبدأ نرتب الجمل بتاعتنا. تعالوا بقى هنا بيقول لك order the word to make correct sentences. Number one، عندك في كلمة senses و our و important و very و are. تعالوا بقى نفتح كده مربع ونكتب مع بعض. هو عايزك تبدأ بكلمة ايه؟ تبدأ بكلمة our، يبقى هنحط our اول واحدة، بعد كده senses تاني واحدة. Our senses أعضاء الحس بتاعتنا أو الحواس بتاعتنا، بعد كده بتاخد are تالت واحدة. Are ايه؟ Are very، وآخر حاجة important. يبقى خدنا كلمة our، بعديها بيجي senses، بعد كده are very important. Our senses are very important، دي أول واحدة. ندخل على تاني واحدة. عايزك في هنا كلمة tongue اللي هو لسان، you food taste your، عايزك تبدأ بيور، هنبدأ بيور. يور ايه؟ لسانك، يبقى هتحط tongue. يور tongue بيعمل ايه؟ هيجيب بقى الverb helps. helps مين؟ helps you، بيساعدك. you taste تتذوق food، يبقى اول حاجة your tongue helps you taste food. number 3، عايزك تبدأ بكلمة what. هنا عندك kind، what do food of enjoy you، هنبدأ بوات. وات انا هختار بقى ايه؟ عايزة وات كايند، نوع الطعام، يبقى هقول وات كايند اوف، هيجي حرف الجر اوف بعديها فود. وات كايند اوف فود، نوع الطعام، بعد كده دو يو انجوي، اللي انت بتستمتع بيه، يبقى دو يو انجوي. وهنحط في الآخر علامة استفهام. What kind of food do you enjoy؟ وهنحط في الآخر إيه؟ الكويتشن مارك بتاعي أهي. بعد كده number 4، هنا عندك كلمة held is para Olympic for every the year. عايزك تبدأ بكلمة ايه؟
عايزة تبدأ بكلمة ذا، هنبدأ بذا، يبقى هنقول ذا بارا لمبيك، اللي هي الألعاب الأولمبية. is held ده الفيرب بتاعنا يعني بتنعقد. every four years الألعاب الأولمبية بتنعقد كل ايه؟ كل 4 سنوات. تمام، نيجي للي بعديها number five. نمبر 5 عندك want we تدي we mom to use long we they، عايزك تبدأ بمام، يبقى نقول mom wants الأم تريد us تريدنا الأم تريدنا to تدي the launch. mom wants us to تدي the launch، تدي يعني معناها ترتب، the launch اللي هي غرفة المعيشة. نيجي لنمبر 6. في عندك هنا cousin champion is swimming my، يبقى هنبدأ بكلمة my. my my مين بقى؟ my cousin. my cousin my cousin بتاخد ده مفرد بياخد is a swimming. واخر حاجة اللي هي champion. نمبر 7 and routine starting is exercise hard، هنبدأ ب starting. starting بيجي بعديها عايزين نحط exercise، لازم بتاخد and starting and exercise. routine is hard. starting an exercise routine is hard بيكون صعب. بعد كده عايزك هنا يا ولاد يكتب، بيقولك write a text of 50 words، عايز تكتب ايه؟ باراجراف مكون من 50 كلمة. عن our senses، our senses يعني حواس بتاعتنا. اول حاجة بتبدأ بتقول ايه؟ بتبدأ تقسمهم لجمل عشان تكتب صح. we have 5 senses، احنا عندنا 5 حواس، كلنا عارفين ان احنا عندنا 5 حواس. طيب we use these senses every day، احنا بنستخدم الحواس بتاعتنا دي كل يوم. we use our senses to understand the world around us، احنا بنستخدم حواسنا عشان نفهم الدنيا اللي حوالينا. we use our eyes بنستخدم عينينا ليه؟ to see. we use our nose to smell عشان نشم. we use our ears to hear. we use our tongue to taste. يبقى انت دلوقتي ايه؟ كملت جمل مفيدة من الحواس بتاعتنا. we use our skin to feel عشان تحس. our senses are working all the time، حواسنا بتشتغل مع بعضها طول الوقت. they take in a lot of information، بتاخد مزيد من المعلومات. اما يقول لك اكتب باراجراف عن الdigestive system، الجهاز الهضمي، هتقول we use our digestive system when we eat and drink، احنا بنستخدم جهازنا الهضمي لما بنيجي ناكل ونشرب. we show
We show and swallow food. We show يعني نمضغ and swallow نبلع الطعام. Then it goes to our stomach. بيروح للستومك المعدة بتاعتك. اللي بيحصل بقى في الستومك تقول له In the stomach a special liquid changes food into energy and neutron. في المعدة بيتحول الطعام عن طريق سائل معين يحول الفود لإنيرجي ونيوترون that we need in our bodies اللي احنا بنستخدمه في أجسامنا. أما يقولك اكتب باراجراف عن respiratory system. We use بتبدأ على طول we use وتحط السيستم اللي هو قايل لك عليه. يبقى احنا بنبدأ بكلمة we use بنثبتها كده وتحط السيستم اللي هو قايل لك عليه اهو respiratory system. We use respiratory system when امتى when we breathe لما بنيجي نتنفس. انت تنفس ايه؟ We breathe in air through our nose. احنا بننفس الهواء عن طريق الانف بتاعتنا. And it goes to our lungs ويروح للرئة. In the lungs the oxygen in the air is passed to the blood. الاكسجين الموجود في الهواء بيروح للبلاد. Our heart pumps. Pumps يعني بيضخ. This blood around our body. حوالين جسمنا بيضخ الدم. الهارت بيضخ الدم حوالين جسمنا. لما يقولك اكتب باراجراف عن البونز and muscle العظم والعضلات هتقول Our skeleton is made up of all the bones in our bodies. الهيكل العظمي بتاعنا بيتكون من البونز العظام. This make us strong بتخلينا أقوية and protect our organs وبتحمي الأعضاء بتاعتنا. Muscles are attached to our bones العضلات بترتبط بالإيه بالعظام. And they lift يعني ترفع and turn bones to make us move عشان تخليها تقدر تتحرك. لما يقولك اكتب باراجراف عن الأكتيفيتيز الأنشطة of summer camps المعسكر الصيفي. To lead a healthy life عشان تعيش حياة صحية we need a mixture of physical and mental activities. احنا بنحتاج خليط من الأنشطة الفيزيائية او العضلية يعني والمنتل اللي هي العقلية. Physical activity is good to our body بتكون مهمة الفيزيكال اكتيفيتي لأجسامنا. It's make our muscles strong بتخلي العضلات بتاعتنا strong and help us use up the calories we get from the food وبتساعدنا ان احنا نستهلك الكالوريز الطاقة اللي بتبقى موجودة في الطعام. تيجي بقى تتكلم شوية عن المينتال اكتيفيتي الانشطة العقلية. Mental activities are good for our brain مهمة لمخنا. When we draw paint لما بنرسم رسمة write بنكتب and play on instruments instrument يعني أجهزة بتلعب على الأجهزة زي الموبايل أو تابلت. We really focus on creative كده بيكون خلصنا الريفيجن بتاعنا بتاع كونكت بلاس 4 مراجعة شهر اكتوبر. اتمنى لو عجبكم الفيديو لايك على الفيديو الاشتراك معانا في القناة ولو ليكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس وهرد عليكم وان شاء الله نكمل بقية شرح منهج الكونكت بلاس 4 جريد 4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.